طلب الطاقم الطبي لفريق حسنية أكادير بقيادة الدكتور محمد بيزاران والدكتور كركاش من لاعبي النادي لزوم منازلهم والاقتصار عليها والتقليل من الخروج والنزهة للحد الأدنى وغسل اليدين كثيرا بالصابون، وذلك بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد بالمغرب. وكشف حسنية أكادير في بيان رسمي له توصلت به شوف سبور أن هذا يأتي كإجراء احترازي من أجل التعبئة ضد وباء كورونا، مؤكداً أنه قرر توقيف تدريب الفريق الأول وكذا جميع فئات الشباب وإغلاق مدرسة النادي إلى إشعار آخر، وذلك بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الحسنية أن هذه الإجراءات تأتي كخطوة احترازية من أجل التعبئة العامة ضد وباء فيروس كورونا بعدما اجتمع الطاقم الطبي التابع لفريق حسنية أكادير يوم السبت مع الموظفين الفنيين بحضور رئيس النادي. يشار إلى أن إدارة نادي حسنية أكادير ستنظم اجتماعا عاما مع اللاعبين يوم الثلاثاء المقبل لمراجعة الوضع في ضوء الاجتماع الذي ستنظمه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الاثنين المقبل في مجمع محمد السادس لكرة القدم بسلا.